شكرا لك مجدة، وأهلا بمشاهدينا الكرام من هنا من أسوان، من أرض الذهب، بلاد الذهب نوبة. نجد العديد من الوفود المشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، العديد من الوفود الإفريقية من مختلف دول العالم لديها الكثير لتقدمه من خلال هذا المنتدى الذي يمثل منصة لعرض الرؤى المختلفة وفرصة طيبة لتبادل وجهات النظر. اسمحوا لنا في البداية نرحب بسيادة السفير أفريد كاليسا، سفير رواندا لدى القاهرة. مستر امباسادور، ويلكم تو ذا ايجيبشن تلفزيون النايل نيوز. ثانك يو فيري ماتش. Mr. Ambassador, first of all, I'd like to ask you about the forum and about what do you think about the importance of this forum here in Aswan? Indeed, this is a commendable effort and initiative by the Egyptian president, who is the chairman of the African Union, to bring together members of the African Union as well as international partners to discuss about important issues of peace, security and sustainable development. As you know, without peace and security, we can't have development. Yes. We still have pockets of instability in certain regions of Africa, and I think it's important that we all, be it the African members of the African Union and our international partners, to share views on how to, once for all, do away with instability and really move all together in terms of sustainable development. Yeah, well, Mr. Ambassador, let me translate what you say now. مشاهدينا، أنا سألته عن رأيه في أهمية هذا المنتدى اللي بينطلق من هنا من أسوان. تحدث عن أنه مبادرة طيبة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيس للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، فرصة طيبة لتبادل الرؤى المختلفة بين كافة الوفود المشاركة وعرض وجهات النظر حيال تبادل قضية السلام. أكد أنه بدون هذا السلام لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة، لذلك عملية الربط بين تحقيق السلام وبين التنمية المستدامة ده في حد ذاته أمر مهم جدا. هتشارك فيه الوفود من خلال الأوراق البحثية ومن خلال عرض تبادل وجهات النظر عبر الجلسات المختلفة اللي هيشهدها أو هتشهدها أسوان عبر هذه الفعاليات على هامش المنتدى أو من خلال حتى الوصول في النهاية لإعلان أسوان. So Mr. Ambassador, what do you think about the main goal of this forum, especially, and you talk about